تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بجعل إسرائيل تدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا رضا موسوي أو رضي موسوي على حد تعبيره. كما أعرب رئيسي عن تعازيه في وفاة موسوي الذي وصفه برفيق درب قاسم سليماني. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد مقتل مستشاره رضي موسوي في استهداف في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق، محملا إسرائيل المسؤولية عن هذا الهجوم. وقال في بيان إن موسوي يحمل رتبة لواء ومسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران، وأيضا أحد المقربين من رئيس فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل هو الآخر في ضربة أمريكية بالعراق.